انا ما اقدر ابدل مفصل الله يرحمه والديك. والله اذا بدلت مفصل تظل العكازه بيدك عمرك كله. نعم. وأنا خادم لك. أهلا وسهلا. شكرا اتصالك سيد الكريم. فريق العمل والشركة اللبنانية بتواصلوا معكم. اتصال آخر. السلام عليكم. دروب الرجاء تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم تفضل. السلام ورحمة الله. أبو علي شلونك؟ شلون صحتك؟ خادمك الزغير أمرنا أستاذ. رحم الله والديك. أنا مهدي عودة من العراق. من أي مكان من العراق؟ من الكوت. على راسه وعلى عيني. أهلا وسهلا بأهل الكوت. الله يحفظك. عندي زوج في عتها قرحة بالرحم وفطريات وعتها بداية سكر. بداية السكر اسمعني، تاخذ هذا الدباغ ايه؟ عكس الناس تاخذ دباغ ايه؟ الرمان ايه؟ وتغليه وي بذور الفجل ايه؟ مع قشور البرتقال حصرا ان شاء الله. ذني ممكن ان يسوون شيء غير طبيعي، لكن احنا قضية قرحة الرحم، هذه قرحة الرحم تؤدي إلى إخراج إفرازات مخاطية متعبة عند المرأة. إيه؟ وهذه أدويتها ماكو عند الطبيب. إحنا جامعينها هي 5 مواد، ما أقدر أعطيها بالتلفزيون يسوي له مشكلة شركة. إن 5 مواد إذا أعطيت بعد المرأة